إذا اللقاء يلي انعقد بين الأمين العام لحزب الله ونائب سليمان فرنجيه محط اهتمام اليوم بالصحف أستاذ محمد سعيد فواز. جريدة السفير بتقول إن السيد قال كلاما واضحا وأدرك فرنجيه أن الأمين العام للحزب عندما يعلن على الملأ أن ميشيل عون هو مرشحنا هذا ليس إلا التزاما مبدئيا وأخلاقيا وسياسيا. وهنا تحديدا كان جواب العماد عون صادما لفرنجيه بتأكيده أنه ماض في ترشيحه حتى النهاية، ولكن مع توضيحات السيد نصر الله وخصوصا تأكيده على خيار الجنرال أولا بدا زعيم المردة متفهما إلى حد كبير، وقال أنه ما في بينه وبين جمهور المقاومة أي زعل، بل يدرك أن هذا الجمهور يكون له ودا خاصا ويعتبره جزءا عضويا منه. وقال له للسيد حسن نصر الله أنا وأنت واحد وما تقوله يسري علي وعليك على جمهورنا وفريقنا واحد. كيف قرأت ما تسرب عن هذا اللقاء سواء ما ذكرته جريدة السفير أو ما ذكر بأماكن أخرى يعني، وخلاصته أنه نتيجة هذا اللقاء لم تكن إيجابية بالحد الأدنى؟ لا، هو واضح من الأساس أنه حزب الله عنده موقف مش مستعجل على انتخابات رئيس الجمهورية، هذا بالمطلق. السيد حسن كان عنده رأيين بموضوع العماد عون، بيعتبره مرشحه واعتبره بنفس الخطاب للسيد حسن أنه الرئاسة تبر عبر ممر الجنرال عون. نعم. وبالتالي الشيء المستغرب بهذا التحديد أنه اليوم الوزير فرنجيه والعماد ميشيل عون بالنسبة لحزب الله ممكن يأدوا نفس الخدمة. نعم. وبالتالي هالمفاضلة لماذا التمسك؟ ليش هالمفاضلة بين الجنرال عون والوزير فرنجيه؟ هذا بيأشر على حالة وحدة أنه لحد لتاريخ هذه اللحظة نعم. حزب الله غير مستعجل بانتخابات رئيس الجمهورية، سيبقى عملية رئيس الجمهورية رهينة لاستراتيجيته ولسياساته الداخلية والخارجية. هلأ نعم، ولكن أليست فرصة له لإيصال مرشح يدعم خطه السياسي؟ هن يبدو أنه متوجسين هنا طرح عملية الوزير متوجسين من متوجسين أنه التسوية وكأنه يعتبروها هي كادو مسمومة، يعني عملية أنه فخ، يعني فخ بالتحديد أنه معتبرينها فخ. مما يخشون تحديدا هلأ أنا بعتقد أنه حزب الله له مصلحة كبيرة بالوزير فرنجية. حزب الله كمان ما حيدل إلى أبد الآبدين موجود بسوريا، وعملية عودته إلى لبنان أصبحت نعم. قريبة، بطلت برغم كل الضجيج الإعلامي اللي عم يحصل، لكن التطورات اللي حاصلة بسوريا بتأشر أنه حزب الله بالأخير بده يرجع على لبنان. فرجوع على لبنان بيحطم يكون نعم. في رئيس جمهورية قادر على استيعاب المرحلة المقبلة نعم. فأنا بشوف الوزير فرنجية هو أهم بكثير من العماد ميشيل عون. عاد بيعرفوه أن العماد ميشيل عون نعم. رجل زئبقي بمواقفه، غير يعني غير قادرين على تدجينه، يعني ايام بيروحوا معه ما بيجي محن هو. فبتقديري هلا الموضوع صار عند الوزير فرنجيه، الوزير فرنجيه كمان مطلوب منه موقف بهذا الاتجاه. نعم، موقف كمان ماذا؟ موقف ماذا؟ يعني يحدد هل هو نعم. مرشح فعلي لرئيس الجمهوريه نعم. او عمليه انه كمان اذا حط ورقه عند السيد حسن او حط ورقه كمان عند العماد ميشيل عون كان المفروض يفرجها للراي العام، يفرج عن هالموقف هذا بالتحديد تحت الرأي العام عن كيف بدي يتعاطى بهالملف. بالمقابل استاذ محمد بيقول علي ضاحي بالبلد انه الموقف هو مطلوب من الرئيس الحريري الذي برأيه تمنع عن الإعلان فطارت التسوية. يقول الكاتب كلما امتد صمت الحريري تتحول الفكرة لمجرد مناورة لا أكثر ولا أقل، هدفها تضييع الوقت وإطالة عمر الشغور وحرق المرشحين. لماذا رمي الكرة من جديد بملعب الرئيس سعد الحريري بهذا؟ أنا بعتبره عملية تمويه وتغطية مريبة لموقف بعض قوة 8 أذار. الرئيس سعد الحريري عمل الديفوار تبعه على الأخير، اجتمع بسليمان فرنجية، ظهر موقف حتى استطاع أنه يستوعب ردات الفعل داخل الشارع السني، فبالعكس نقل الشارع السني كمان باتجاه القبول بترشيح سليمان فرنجيه. نعم، ولكن شغلة في حكي انه في ارتدادات ليست بقليله. هذه شغله بتدل هذه شغله بتدل على بتاشر لشغلتين مهمين، انه سعد الحريري ما زال هو القائد واللي قادر نعم. ياخذ الشارع باتجاه المصلحه الوطنيه العليا
والشارع السني عم يثبت بكل مرحله وبكل مفصل اساسي انه متعلق بالدوله، متعلق بمؤسسات الدوله، وهو نعم. طواق لانتخاب رئيس جمهوريه حتى ينتظم عمل المؤسسات. نعم، حتى لو كان هذا الشخص بيعتبروه بمكان معين بالنهايه نحن في شيء عم ينباع اوهام بالشارع او للراي العام. اليوم نحن منا عايشين بنظام رئاسي انه رئيس الجمهوريه هو الذي يحكم والكل نعم. بيطيع. في مؤسسات وفي دستور نعم. بيحكم عمل رئيس الجمهوريه، ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء كمان عندها مروحة واسعة من الصلاحيات لإدارة شؤون البلاد. فما مندل نحكي باتجاه انه والله رئيس جمهورية حيكون له الرأي الحاسم او الفاصل بكل مفصل. اصبحت رئيس جمهورية مؤسسة عندها حقوق وعليها واجبات تجاه الشعب اللبناني، وبالتالي اليوم ما في زعيم او ما في مسؤول حيكون عنده حرية التصرف كما يحلو له، بالعكس في محاسبة من الرأي العام نعم. وفي محاسبات دستورية. فبالنسبة انه رمي الكرة عند الشيخ سعد الحريري، هيدا نوع هن عم يحاولوا يحرقوا المراحل. اليوم الرئيس المسيحيين هذا الامر الضغط عليه للعودة الى بيروت. الرئيس الحريري من بعيد عن بيروت، الرئيس الحريري بده يجي على بيروت ويكون حامل هدايا كبيرة للشعب اللبناني، ما بديش على والا لم ياتي مش قصة لم ياتي، هلا موجود هو روحيا وعاطفيا نعم. وعم يتابع كل الشارده والورده ببيروت، يعني وجود الجسدي منه ما حيكون عقبه كبيره باتجاه التسويه او باتجاه حل المشاكل. لكن المطلوب اليوم من القاده المسيحيين نعم. اكثر يحددوا موقف وين مصلحه البلاد، هل هن مع انتخاب رئيس جمهوريه او بيعتبروها صارت من الماضي، وحزب الله اللي يعتبر هو الحليف والحريص نعم. على عماد ميشيل عون وعلى الوزير الفرنجي كمان يحدد موقف بشكل علني، ما تكون عملية تسريبات حتى لما تدل عملية ملتبسة. المطلوب عفوا يحددوا موقف حتى لا يبنى على الشيء مقتضى. بهالإطار جريدة الأخبار بتقول أنه كان في أسئلة بلقاء يلي جمع سيد نصر الله بالنائب فرنجية حول ما هو الشيء الذي يلزمنا بأن نمنح الطرف الآخر موقع المرجعية التي تقرر من هو رئيس الجمهورية ومن هو رئيس الحكومة وما هو قانون الانتخاب وإلى آخره. يعني كمان هن ما بدهن يعطوا الرئيس الحريري ربما هذه القوة. هلا هن كانوا بإمكانهم يعملوا يكونوا مرجعية ويقوموا بمبادرة مثل ما الشيخ سعد الحريري اختار الوزير فرنجية اللي يعتبر من صقور 8 أذار نعم. منه معتدل ب 8 أذار، كان بإمكانه يعتبر حاله حزب الله مرجعية ويتوجه على 14 أذار يختار والله الرئيس فرنجية أو يختار أي الوزير بطرس حرب أو أي شخصية كمان ويحرج 14 أذار. بالنهاية المرجعية لانتخاب رئيس الجمهورية هو مجلس نعم. النواب نعم. ما في مرجعية أخرى. الشيخ سعد الحريري حاول يفتح أبواب يسهل بعض الأمور، تغاضى عن مسائل كتير أساسية، طلع من الشخصي فات بالوطني العام خدمة للبنان ومصالح لبنان. هلأ هو 8 أذار لتاريخ هذه اللحظة ما إلها موقف واضح تجاه التسوية غير عملية تسريبات وبس. هلأ الوزير الفرنجية مفروض بعد هالمحصلة هي نعم. يطلع الرأي العام إنه أنا شو صار معه، تحتي له كمان الرأي العام يكون متنور شو عم بيصير. كمان بهذا الإطار بحسب سركيس نعوم أن الفرنجية موقع مميز جدا بحزب الله وعند الرئيس الأسد وهو متقدم على الأكثرية الساحقة من حلفائه. ما لم أسألك عن الموقفين الإيراني والسوري تحديدا من هذه التسوية، كيف بتقراهن؟ يعني هل يناسب إيران اليوم، تناسبها هذه التسوية؟ هل قال النظام السوري كلمته في هذا المجال؟ يعني أنا ما بعرف، يمكن شوي بدي روح لبعيد بالنسبة للموقف السوري. ماني شايفه أنا اليوم موقف السوري فعال، يعني اليوم بشار الأسد ما قدر يحكم بدمشق، مش هيجي يختار رئيس جمهورية بلبنان أو يتعاطى. ما بشوف هالعملية هيدي إنه إشعار الرأي العام وكأنه بعض النظام السوري ماسك أوراق بلبنان وعم يحاول يظبط مصالحه هون. إيران هل هي موضوع الإيراني؟ أنا شخصياً ميال انه الايراني منه بعيد عن جو التسويه، منه بعيد عن الجو نعم. اللي حاصل هيدا. ولكن الايراني دائما بس يكون في محطات بهذا الاتجاه
اعلامه شيء ولكن اعماله يعني بيشتغل بياخذ نوع نحو التقية اكثر من العلنية. الموقف السعودي بالتعين. هل يتفق مع هذا يعني الجو التسووي؟ وهون بيقول حزب الله انه اذا كان فعلا في نية بالتوجه الى التسوية، لماذا هذا القرار بحق قناة المنار؟ لماذا هذا الموقف الامريكي من مسؤولين بحزب الله ووضعهم على لائحة الارهاب؟ يعني مثل وكأن الشيء ونقيضه. المملكة العربية السعودية عم تتعاطى مع موضوع رئيس الجمهورية، هذا استحقاق وطني، هي نعم. عم تبارك مبادرة. موضوع المنار وموضوع الإعلام هذا موضوع بخص سياستها الداخلية، تقني يعني، تقني بخص سياستها الداخلية. نعم. هلا نحن هون بلبنان كان في مواقف، كان في ردات فعل، هذا موضوع آخر. بس موضوع السعودي، المملكة العربية السعودية بتعاطيها مع ملف رئيس الجمهورية، يعتبر هذا ملف أساسي. نعم. وبالتالي ما عم يكون عندها تدخل مباشر، أكثر مع عملية أنه تبارك وتشجع لحتى للبلد يمشي. بهذا الإطار تأتي دعوة الرئيس نبيه بري برأيك إلى السعودية؟ وإذا لم يلبها مثل ما عم بيقولوا بفرصة قريبة، هل هالشي كمان بيعني موقف معين أو يرمز إلى موقف معين؟ الرئيس بري كان عنده موقف لافت، كابتن قال أنا ما بنزل على مجلس النواب في حال ما نزل حزب الله. نعم. هيدي يعني له وجهين، في وجه ضغط على أصحاب التسوية، ممكن في شروط بدها تسهيل أكثر، وبالوقت ذاته عم يشعر الرأي اللي عم يشهر جمهور 8 أذار أنه أنا في عندي ضغط معين، عندي التزامات كوني رئيس مجلس نواب، لابد أني بدي شارك. ما في ما يشارك بجلسات ما فيها انتخابات، وجلسة بتتقرر فيها ليصير فيها انتخابات ما يشارك كمان. في عملية صار انفصام بعملية الموقف السياسي تبعه. فالدعوة السعودية عم تدل انه المملكة العربية السعودية تتفاعل مع كل شرائح ومرجعيات الوطن. هلا عملية تقرير امتى بيروح امتى ما بيروح، بتصور هو يعني محنك بهذا الاتجاه، بيعرف يختار الوقت المناسب، بس لابد بده يروح يعني. اذا نصل هنا الى ذكرى الاستشهاد النائب جبران طويني واللواء فرانسوا الحاج، كاريكاتير النهار اليوم التي اعدت ملحقا خاصا عن هذه الذكرى لأرمان حمصي بكاريكاتير النهار، النهار بطاقة صحفية، الاسم جبران طويني، الصفة مدافع عن الحرية يعمل بها إلى أبد الآبدين. قسم جبران طويني بساحة الشهداء يوم 14 آذار 2005، ماذا بقي منه يعني؟ وبالقسم يقول تحديدا مسيحيين ومسلمين دفاعا عن لبنان العظيم، ماذا بقي منه اليوم؟ أنا بتقدير هذا القسم ما زال حي ينبض بجمهور 14 أذار، لكن المشكلة ببعض قيادات 14 أذار اللي تعبت يمكن من الشعارات وحاولت تصير صارت برغماتية أكثر أو تصير واقعية أكثر، ولكن شعار جبران طويني وقسم جبران طويني ما زال عصب أساسي بجمهور 14 أذار، وكل إنسان حي نعم. حريص ويدافع عن حرية لبنان واستقلال لبنان وسيادة لبنان، ما زال هذا الشعار أو هذا القسم هو القسم والبوصلة تبعه بالتعاطي السياسي العام. بتعتبر أنه دفع السياسي. ثمن هذا القسم بدمائه وحياته؟ طبيعي طبيعي، جبران طويني مش مطلوب لبنان يكون واحد موحد. طيب بلغة القانون أستاذ محمد، اليوم نبيل بومنصف أشار إلى أنه عقد مر على الجريمة الكاملة، جبران الصوت المدوي والقسم التاريخي لا قصاصة في ملفه. بلغة القانون ليش القضاء اللبناني بعده ما عم بيقدر يحدث خروقات يعني بكل جرائم الاغتيال، بكل يعني ملفات الشهداء؟ يعني ما في يعني شعور وكأن ما في جدية. تقدم مقصود جدية. ما في تقدم يعني بهذه الملفات. هلا القضاء قسمين، في ضابطة عدلية وفي القضاء العدلي. هلا هذه واجبات الضابط العدليه، ما فينا نحن نرمي نعم. كل شيء على القضاء، القضاء عم يوجه الضابط العدليه لتكوين ملف وظروف عمليه الاغتيال، واذا في دلائل على ادله على الجريمه ومين نفذها، و بترجع تنطق لعمليه القضاء. هلا هذه العمليه اكيد جريمه سياسيه، ومعظم الشهداء جرائم سياسيه. نعم. فبالتالي لحد لتاريخ هذه اللحظه ما في تعاطي جدي او على مستوى الاحداث او مستوى هالجرائم اللي ارتكبت بحق سياسيين واعلاميين كبار.
بهذا الاتجاه. هلا الملفات فارغه من اي تضحيات او اي قصاصات تدل او تاشر على محل معين، يعني انا الصراحه من ناحيه بالاتجاه القضائي ما اقدر اعطي رايي كوني ما عندي اي اطلاع بهذا الموضوع، ولكن كونها جريمه سياسيه مطلوب من الدوله اكثر اهميه واكثر جديه حتى لا ما يدل المجرم فالت من العقاب ودل كل السياسيين تحت مقصله المجرمين. جاء عزيز بالاخبار كتب عن جبران وفرانسوا انه جمع بين جبران وفرانسوا لحظه اغتيال كل منهما، وهنالك انطباع انهما سقطا شهيدي معركتيهما. إذا كان النائب جبران تويني سقط شهيد معركة الحرية و14 أذار، لواء فرانسوا الحاج شهيد أي معركة سقط؟ هلا الكلام اللي بتفضل فيه الأستاذ عزيز، بالنهاية فرانسوا الحاج كان قائد عسكري ميداني مهم. نعم. وهو اللي موضوع نهر الوارد كان له دور أساسي بتحرير والقضاء على كل بؤر الارهاب بنهر البارد. فالشهيد فرانسوا الحاج يعني هذه في لها تفصيل سياسي اخر من اللي عم يروح ليه، يعني كان في عمليه في موجه بهذيك المرحله اغتيال كل القاده السياسيين او العسكريين. نعم. المؤمنين بهيدا البلد بوحده البلد، ففرانسوا الحاج واحد من هالشهداء اللي سقطوا على مذبح وحده الجيش ووحده لبنان والدفاع عن حرية لبنان. هذا ما أشار إليه علي الحسيني اليوم بجريدة المستقبل بقوله أنه من اغتال اللواء الحاج أراد ضرب الروح الاستقلالية التي كان يزرعها كل يوم داخل عناصر الجيش. صحيح. المؤسسة التي استرجعت يومها هيبتها كقوة عسكرية أساسية قادرة على فرض الأمن. هل تعتبر بهذا السياق أنه استهداف مؤسسة الجيش كان من احد ابرز طبيعي عاد خشوا انه يكون قائد جيش؟ فرانسوا الحاج شهيد فرانسوا الحاج كان مطروح يكون قائد الجيش بالمرحله. نعم. بعد الرئيس سليمان ما صار رئيس، فبالتالي هي الروحيه عمليه بس الروح المعنويه الاستقلاليه للجيش اللبناني حتكون اكيد عقبه بوجه الناس اللي تسعى دائما لدويلات ومؤسسات رديفه وإلى آخره. أيضا بهذا الإطار نحن على مسافة أيام من استذكار الدكتور محمد شطح. نعم صحيح. يلي استشهد كمان بمثل هذه الأيام، هل هنالك بتعتبر خيط رفيع يربط بين كل تلك عمليات الاغتيال؟ يعني الوزير محمد شطح رجل بحكيها بأمانة قل مثيله، أنا شوي كنت على تماس معه في معرفة شخصية مع الوزير شطح، رجل عقلاني عنده فكر استراتيجي، كان مؤمن بالبلد، مؤمن بسياسة الانفتاح. نعم. فكل رجل عنده عقل منفتح ومتنور ويدعو إلى الوحدة ولحرية هذا الوطن معرض للاغتيال. فللأسف الشديد محمد شطح خسارة كبيرة، كان مش على طياره السياسي أو على خط السياسي، كان خسارة كبيرة على لبنان. ليش وقتها يعني اذا كان ربط اغتيال الشهيد جبران تويني بانه كان اوان المحكمه الدوليه وكان يمكن للضغط بهدف عرقله انطلاق اعمال هالمحكمه، دكتور محمد شطح لماذا اغتيل بهذا التوقيت يعني قبل سنتين؟ كله بعده ماشي بنفس السياق، كله مربوط، يعني كلها سلسله، كل هالشهداء اللي سقطوا كلهم موجودين بنفس الدائره ونفس عمليه الاستهداف. يعني ما فيك تقول الشهيد جبران تويني لاش اغتيل والشهيد محمد شطح لاش اغتيل او الشيخ بيير جميل لاش اغتيل او الشهيد الكبير دولة الرئيس الحريري رحمه الله عليهم جميعا لاش اغتيلوا. اغتيلوا على اساس يغتيلوا الوطن. الوطن يدل مشرزم موزع كله اشلاء لحتى لا دل عايش الفوضى والفساد اللي عم تمارسوا بعض الشلل للاسف اللي ما بدها لبنان واحد موحد. بعد الفاصل الملف السوري والإقليمي معك استاذ محمد سعيد فواز، لحظات ونعود.